ناديا؟ أهلين ميادة. أهلين، كيفك؟ تمام. كنت جاي لعندك. شو بكي ميادة، في شي؟ ما في شي فظيع، بس خلص لما ترجعي حاكيني حابة أقعد معك. طيب ماشي، بس يعني تخانقة شي مع أيما؟ لا 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 لا، سيري طويلة وانت هلأ ما عندك وقت. خلص عن جد لما ترجعي حكيني حابة انزل وفضفضلك. ايه اكيد، صدقيني لو مو المشوار مهم انا ما كنت رحت هلا، كنت رجعت معك. لا حبيبتي ولا يهمك، خلص انت روحي بلا ما تتأخري على موعدك. طيب ماشي، يلا باي باي باي. ليك آدم، وصلت معي لهون منك. شو صار معك بالمستشفى؟ لك فهمني، سمحولي شوفها ولا لا؟ اشتقت لها كثير وما بقى قادران تتحمل معها. لك انت مالك علاقة، يا اما بتقوم هلا بتوصلني لعندها يا اما بوش على الشرطة. روق روق عمي روق، يا لطيف اللي بيشوفك منفعل كل هالقد بيفكر انه كان عندك شي ولد ومختفي من قبل ومتلوع عليه. قوم قوم خلصني شوي تاني، بتعتم وتعب باطل. لك قوم خلصني بقى. تعبتك ما؟ ايه انا شو بيعرفني انه عندك هالعقدة؟ لك انا عادي، هاي انا عادي. قصدي يعني انه اللي عنده بنت بيضل مهموم، مثل ما بيقولوا هم البنات للممات. بس انت الحق عليك، يعني شو كنت خسرت لو جبت لها اخ؟ تخيل كان عندك هيك شب هلا طول وعرض بيوقف جنب اخته وجنبك بهالمحنه، كنت ريحت بالك ما؟ عن جد عمي، انا من اول ما تعرفت على عبير وانا مستغرب انه هالبنت ليش وحيده؟ ليش ما عندها اخت او اخ مثلا؟ خصوصي على ايامكم كانوا يجيبوا اولاد، يعني ثلاثه على القليل اثنين. انت ليش ما جبت لها اخ لعبير؟ لانه ما ماتت وهي بالحفاضه. ايوه، وانت بقى عملت الاب الحنون اللي ما بيتجوز بعد مرته ما؟ اي والله ما بتنبلع هالفرضيه. انت لوين بتتصل؟ لشو عم تلمح؟ ما بدي اصل لشي، بس عم بقول لحالي يعني شو رايك نخف عنا شوي لعبير؟ نتركها بحالها، حاجتها خطي. بكفي قضت حياتها وهي صبية وبعد ما تجوزت عم تدفع ثمن غلطتك. هل غلطة؟ غلطة الأخ اللي ما جبت لها إياه لحتى يشيل عنك حمل القوة الزايد تبعك. والله مسكين، اي مو معقول شغلي ما بيتحملها العقل. انتظر مني بكره رساله مهمه، بتمنى انها تعجبك. على قلبي مواعيد الرسائل تبعك صباحي مو ليلي. شو هي مواعيد الرسائل؟ شريف، على اساس ما بتعرف انه عم يجينا رسائل صباحيه؟ لك لا، بلا بعرف انه عم يجيك رسائل، بس ما بعرف انه الا مواعيد. مو مواعيد، مواعيد حبيبتي، يعني مسجات صباحيه مع فنجان القهوة كل يوم تجينا الصبح مسج. هذا بالظاهر المحروسة متعرفت لها على شي واحد بياع موبايلات وقاعدة عم تضحك علينا نحن الاثنين. لا تحكي هيك صلاح،
يعني ما كانت بتكمل او بتضل عم تبعت لك رسائل لو كانت حابه واحد غيرك؟ ما شاء الله عليك، انت وزوجك بتتفلسفوا كل فلسفه. يا تصبح ورخي. وين قاعدين صلاه؟ لا اخي خليني امشي، يلا خذنا طريقك، خذنا طريقك. الله معك. مع السلامة، تلاقي الخير. شرفت. الله يسلمك يا موجه. الله معهم. جهاد، في خبر كتير حلو لإلك. يا سلام، هاتي لشوف. جهاد، يمكن أنا حامل. شو؟ إيه لا تتبسط كتير، عم قلك لك يمكن. شايفة هاليمكن تبعك هاي؟ ما بتخليني أكون مبسوط وبس، يعني بتخليني طير من الفرحة، بتخليني جن. طيب شو لازم نساوي هلأ؟ روق شوي، روق شوي جهاد. لك حبيبتي رايق، أنا رايق ما فيني شي، بس يعني بهيك حالات شو بيساوي؟ أول شغلة بنتأكد، بعدين في 100,000 شغلة نساويها. لك أنت بس أعطيني واحدة من هالمية ألف شغلة هدول اللي عم تحكي لي عنهم. لك بس شغلة واحدة أحكي، اطلبي وتمني. شو بدي منك؟ تحملني وتاخذني على التخت. هلا هي الشغلة؟ تعال لك، أنا اللي بحبك. تعال لون. خلص روح، هلا توقعني يا مجنون.